بما ان هذا المكان هذا فيه بزاف كيجيو الطلبه هنا كيوجدوا الدروس ديالهم كيوجدوا الامتحانات، وكتشوف البحر هنا كيبان، الخضوره كاين الشجر كاين، كما وريتكم في كيلعبوا الرياضه، في الناس يقدروا يديروا الرياضه. وكذلك هنا كاين واحد القهوه انتم تشوفوها، كذلك بالنسبه للناس اللي بغاو يشربوا شي حاجه يجلسوا يشربوا شي حاجه، كذلك كاين قهوه هنا كما كتشوفوا، هذه هي الطراسه ديالها. اخوات السلام عليكم، مرحبا بكم معنا مره اخرى في فيديو جديد. نوريكم شويه هنا الخضوره، ملعب ديال الكره هنا كيلعبوا الناس الكره، كيجيو الناس هنا كيتريدو، كاينه فين يلعبوا العيال صغار الدراري صغار كما كتشاهدوا. ومكان رائع صراحه، فيه الشجر والخضوره. كما كتشاهدو الناس هنا كيلعبو الكرة، كيجيو هنا الناس هنا كيتريضو كيعملو الحركات. كما كتشوفو الناس كيجريو هنا، كاين فين يلعبو كرة السلة كما كتشاهدو هنايا كذلك. هاد الملعب كما كتشوفو فيه العشب الاصطناعي، ملي كيلعبو الكبار كيديرو كيلعبو في الملعب كامل، الشبكة هاديك لهي والشبكة هادي هنايا، وبعد مرة من المهم كيلعبو غير بعد مرة كيلعبو العرض، يعني جوج ديال كيوليو فيه جوج ديال الملاعب كما كتشاهدو. نتوما كتشوفو الناس كيجريو هنايا وكلشي.
هما هنا كما كتشاهدوا كيبانوا البحار، الباطوات، تما الباركوس. الخضوره، الاشجار، فيها الراحه بصراحه. بزاف الناس كيجيو يجلسوا هنا، كاين اللي كيجي يدير الرياضه هنايا. كما كتشوفو كيبان البحر، كيبان البور ديال أليفانتي. هنا بالنسبة للناس اللي كتبغي تجي تريد هنايا كما كتشوفو، دايرين لهم هنا فين يتريدو. هاد الجهة كما كتشوفو كاين الخضورة، كاين الشجر. ومن هذا المكان الاخوان كما كتشاهدوا انتم كتشوفوا كتبان المدينه هنايا، كتبان المدينه، كيبان البحر. مع هاد النقطه اللي جات عليا، هاد البلاصه اللي جات عليا، انتم كتشوفوا كيبانوا الجبال من لهيه. من الجهة الأخرى عاوتاني كيظهر البحر.
هذاك اللي كيبان عالي اللي تما اونفاس، هذاك هو الكاستيو دي سانتا باربرا، واحد القصر معروف بحال القلعة نقولو، خلاوها العرب اللي كانوا هنا. هاد الحيوط كما كتشوفوا كيرسموا رسمين فيهم هذيك جرافيتي. هنا كاين بحال واحد ميني فوت صغير هنا كما كتشوفوا. هنا كذلك الحركيدان كنا كتشوفوا هنا كبال البحر.